reported speech. في نوعين من reported speech. أول حاجة direct speech اللي هو الكلام المباشر اللي واحد بيتكلم فيه عن نفسه، زي المثال ده كده. He said I have finished my work. هو بيتكلم عن نفسه، بيقول أنا خلصت العمل بتاعي. الindirect speech اللي هو واحد بيتكلم على الشخص ده، شخص آخر، ممكن يكون أنا بتكلم وأقول هو قال إن هو خلص الشغل بتاعه. ده report speech. أول حالات report speech اللي هي reported statement اللي هي الجملة الخبرية. الجملة الخبرية اللي هي دايما تبدأ ب subject زي آدم، وverb plays، وobject مفعول زي football. دي اسمها الستيتمنت، جملة خبرية. طب لو احنا عندنا جملة خبرية زي الجملة اللي تحت دي، إيمان said، إيمان قالت I will travel with my family tomorrow. نوع الجملة اللي بين قوسين دي جملة خبرية فيها subject الفاعل I، والverb هنا will travel، واللي هي الأساس. عايزين نحول الجملة دي بقى من دايركت الى اندايركت. طيب القاعدة بتقول ان احنا بنحول سيد الى سيد او سيد تو، وبعد كده بنشيل الاقواس وبنحول الضمير اللي عاد عليها. نفس الجملة ديت هي ستيتمنت زيها، ماي فادر سيد تو مي يو كان يوز ماي كمبيوتر اف يو لايك. عايزين نشوف بقى ازاي الجملة الستيتمنت دي بتتحول من دايركت الى اندايركت. ازاي بقى هنحول الجملة الخبرية من مباشر الى غير مباشر؟ دي خطوات التحويل. اول حاجة زي المثال تحت التابل ده، الجدول. She said to me I am studying my lesson. هي قالت لي انا بذاكر دروسي. هي بتتكلم عن نفسها. طيب نوع الجملة دي لسه قايلينها من شوية، دي statement فيها subject اللي هو فاعل I، وفيها verb I'm studying، وفيها object مفعول my lessons. دي اسمها جملة statement. ازاي بنحول جملة statement من direct المباشر الى indirect الغير مباشر؟ اول خطوة بنعملها طبعا السبجكت اهو بينزل زي ما هو، she بتنزل she. عندي في التيبل الجدول اللي فوق اهوت بيقول لي لو لقيت say بتحولها الى say، says الى says، said الى said، say to إلى tell، says to إلى tells، said to إلى told. يبقى هنا قبل ما أخش على الأقواس أنا عندي said to حولتها تحتها إلى إيه؟ told. ومين is it me؟ بنشيل الأقواس ونحط مكانها that تحتها. بنجيب بعد كده ضمير قاعد على الاسم الأولاني اللي هي كانت she، فننزل she. والفيرب الفعل الموجود في الأقواس بنحوله من present المضارع إلى الباست. عشان كده I'm studying present continuous مضارع مستمر، تحولت إلى past continuous was studying من مضارع مستمر إلى ماضي مستمر. وأسهل لك كمان تقول إن في am حولناها إلى was. مثال التاني، نهى said I will go out with my father. الجملة دي statement فيها subject فاعل I، وفيها verb will go. نيجي نحول طبعا دي نوع statement، فاحنا بنيجي نحولها زي ما قلنا، الاسم نزل زي ما هو اللي هو نهى، نزلت نهى، said نزلت said. هنجيب هنا pronoun ضمير عايد على الاسم الاول اللي هو نهى، فجبنا she. عندي will go، ال will بتحول الباست بتاعها اللي هو would، الماضي بتاعها would، وكملنا الجملة. بنكمل ازاي بنحول من direct الى indirect في حالة ال statement الجملة الخبرية. في تالت خطوة تحويل الضمائر، ما هو ظاهرة عندنا اهي، ان احنا عندنا بعض الضمائر بتاعت المتكلم زي ال I وال we وال my وال our والمي والأص،
حول حسب المتكلم خارج الأقواس حسب الجملة، زي المثال ده قال الست علا تحت اهو I have told my father that you can use his car. علي العلا انا اخبرت والدي ان انت تقدري تستخدمي عربيته. اما اجي احولها بقى الى اندايركت غير مباشر هقول بالعربي علي العلا انه هو اللي هو علي انه هو اخبر والده اللي هو والد علي ان هي اللي هي علا يعني تقدر تستخدم عربيه والده. احتاجنا الضمائر تتحول حسب معنى الجمله. بعد كده في ازاي في الدايركت والاندايركت في حالة الستمنت ازاي بنحول الفيربس الافعال اللي جوه ده جدول بسط اهو بيقولك لو كان الجملة اللي هي الدايركت في البريزنت سيمبل بتحولها لباست سيمبل، لو كان الفيرب في البريزنت كونتينيوس بتحول الى باست كونتينيوس. جدول جميل اهو سهل. بريزنت بيرفكت بتحول الى باست بيرفكت from direct to indirect. لو الفيرب في الجملة باست سيمبل بتحول الى باست بيرفكت، وشارح لك انا بالاقواس الزمن لو انت نسيت الزمن ده بيتكون من ايه. لو في ويل تحول لود كان كود مي مايت، ووز ويل بتحولوا الى هاد بين، هاف وهاز بتحولوا الى هاد، ماست بتحول الى هاد تو. الدايركت والاندايركت في حالة السيسمنت الخطوة الخامسة في التحويلات ان انت عندك في ضمائر الزمان والمكان برضو لازم تحولها من دايركت الى اندايركت. لو لقيت تومورو تحولها الى ذا نيكست داي، لقيت نيكست ذا فولوينج، وهكذا. اكزامبل منى سيد اي لايك كمبيوتر جيمز، دي جمله نفكركم تاني قبل ما نخش على الاكسرسايز، دي جمله خبريه فيها فاعل وفعل ومفعول. منى نزلت منى، سيد نزلت سيد، شلنا الاقواس وحطينا ذات، جبنا شي بروناون ضمير عايد على منى، ولايك بريزنت سيمبل بقت لايكد، وكملنا الجمله. وادي كمان مثالين. دايركت واندايركت في الستيتمنت الجمله الخبريه في بعض امبورتنت نوتس، بعض الملحوظات لازم ناخد بالنا منها. أول ملحوظة بيقول لك إذا كان الفعل اللي قبل الأقواس سي أو سيد ما بيتمش التغيير الجملة، الفعل ما بيتحولش. إذا كان فعل القول في المضارع سي أو سيز، الفعل بعد الأقواس لا يتم تحويله. أهو هي سيز أي أم واشنج تي في، حولناها he says، شلنا الأقواس وحطينا ذات، وضمير هي مكان هي في الأول، وبرضه زي ما احنا present continuous نزلت present continuous. الملحوظة التانية في بعض الكلمات بتدل على حدوث الكلام منذ فترة قصيرة، أول ما نشوف الكلمات دي لا يتم التحويل زي just now و a moment ago، وأدي مثال. امتى برضو الافعال ما تتغيرش؟ اذا كنا بنعبر عن حقيقه عن فاكتس. ادي كمان مثال اهو ذا تيتشر سيت تو اس ذا سان رايزز ان ذا مورنينج، الشمس بتشرق في الصباح، دي حقيقه علميه ثابته فمش هنقدر نحولها. فقلنا ذا تيتشر تولد اس ذات ذا سان رايزز ان ذا مورنينج. في برضو الفعل جوه ما بتحولش اذا كنا بنتكلم في حاله اف الصفريه والحالة الثانية والثالثة، ودي أمثلة تحت إيه عليها بالظبط. دايركت واندايركت في الستيتمنت في الجمل الخبرية وبعض الحالات المهمة الإضافية. بيقول لي هنا إن من الممكن استخدام بعض الأفعال بدلا من سي أو تيل حسب معنى الجملة، وممكن أن تنقسم كما يلي. افعال لازم يجي معاها كلمه ذات واحنا بنحول زي reported و complained و promised و slighted و explained و mentioned. مثال اهو he said I will buy you a toy if you succeed، هو قال
انا هشتري لك لعبه لو انت نجحت. ممكن نشيل سد وحطينا مكانها برومايزد وهكذا. المثال التاني نشيل سد، شلنا منها سد وحطينا كومبلين. في افعال بيجي وراها ذات اللي احنا قلناه فوق، اهو برومايزد ذات وكومبلين ذات. في افعال بيجي بعديها تو ذات انفينيتيف، المجموعه دي اوفرد واجريد وبرومايز وريفيوزد وديسايدد وادفايزد والاود، بيجي وراها تو زائد انفينيتيف. مثال منى سيد I will help you with your homework، نحولها بقت مكان سيد حطينا offered، بس offered بيجي وراها to. مثال تاني منى said to me، جبنا تحتيها advised، advised بيجي وراها to. في افعال تانية بيجي وراها ing زي المكتوب الاحمر ده deny و admit و suggest و apologize for، بيجي وراها verbs ing. يعني هنا he said let's go to the cinema today، لو قال هنا دخل suggest هقول له he suggested going. مثال التاني the criminal said، تحت هنحط مكان said denied، فقلنا denied ايه؟ هات فور جوه الاقواس commit بقت committing. برضو direct و indirect في supported speech. statement ازاي نحول statement، ودي بعض تكمله الحالات اللي ممكن نقول عليها حالات شاذه او لازم ناخد بالنا منها. مثال he said that he played او had played a wonderful match، قال لي الماضي البسيط بيفضل زي ما هو وانت بتحوله، ممكن يفضل ماضي بسيط وممكن يتحول الى ماضي تام. مثال اهو he said that he played او ممكن تبقى had played a wonderful match. المثال التاني he said that he had played a wonderful match the week before، طب ليه هنا حطينا had played ما حطيناش played؟ عشان جايب لي the week before دي علامة للباست سيمبل، فنحول الفيرب الموجود باست سيمبل إلى باست بيرفكت. مثال برضو تاني ممكن أعتبر حالة استثنائية، من الممكن أن يتحول الماضي المستمر إلى ماضي تام مستمر أو يبقى كما هو حسب الكلمة الموجودة والحفاظ على وحدة الزمن. مثال سعد said that he had been doing a research for a long time the day before، هنا the day before علامة للباست، جاب لي هنا had been doing past perfect continuous. ممكن نقول سعد said that the lights went off while he was doing research. حالة كمان مع وجود جملتين داخل الأقواس في المباشر يتم الربط بينهم بإيه؟ بأند ذات أو أند أدد ذات. مثال آدم said to me I have finished my lessons I will watch the match on TV، هنحولها آدم هننزل آدم، افتكروا معايا said to نزلت told، شلنا الأقواس وحطونا ذات، جبنا هي مكان آدم، have finished present perfect اتحول الى past perfect، حولنا الضمير my his قلناها الضمير قدام. في كمان verb اللي هو will watch، فقلنا عشان نعمل جملتين او جملتين اهو فهنحول جملتين، فمكان النقطة جبنا and that او نقول and added that، وحولنا برضو will watch الى ايه would watch. قصده هنا ان ممكن يجيب لي جملتين فهضطر ما دام هما جوه الاقواس في الدايركت تحولهم الى اندايركت. فهما في فعلين هاف فينيش نزلت هاد فينيشد، ويل ووتش نزلت ايه هاد وود ووتش. هنا جت الاكسرسايز، طبعا ممكن نعمل مع بعض مثال او اتنين طبق عليه. ده خاص بالدايركت والاندايركت في الستيتمنت. She said that she not to Luxor the next week as arranged. طبعا انت لقيتهم ببسيط لقيتهم كلهم في الباست، تدور علامة زمن زي the next week
وتشوف يبقى المفروض هنا كان في ايه وتبدأ تحل. ده اكسرسايز كله الاول تعمل ريفيجن على كل اللي فات وتبدأ تحل الاكسرسايز دوت وانا اعمل لك كوركشن له. ثانك يو.